السلام ومرحبا بكم، ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي دبارة جديده. اول حاجه ناخذ ثاني من وقتكم ونصلوا فيها على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله في الفيديو نتاعنا باش يكون الحلقوم التركي او الحلقوم التركي بالفاكهه بالبوفريوه بطلب من اخت متابعه. الحلقوم هذا راهو ساهل، مكوناته موجوده في كل دار وبقدرة ربي باش تلاحظوا المراحل. راهو ساهل وما يطلبش يطلب شويه وقت اكهو باش يحضر. كيف ما شفتوا عندي الكاس الصغير هذايا باش نكيل منه 3 كيلات سكر و3 كيلات ماء. هذايا بالنسبه للمرحله الاولى اللي هو شحور يطيب للحلقوم هذايا، يعني الحلقوم هذايا من المرحله الاولى نتاعو يطيب كيما الشحور. ديجا تشوف في الكاس هذايا اللي هو الكاس تي، كاس تي نتاع التراك، كيلت به 3 كيسان سكر وباش نكيل به 3 كيسان ماء. هذايا في مرحله اولى، هذوما توا 3 كيسان سكر باش نزيد عليهم 3 كيسان ماء وباش نخلطوا بالطبيعه الشحور هذاك ونخلوه لين يوصل مرحله الغليان. ومن بعد باش نتعدوا نحضروا المكون الاخر باش نحلوه في الماء باش نزيدوه في على الشحور هذايا. لهنا باش نكيل الماء كيف ما تشوفوا بنفس الكاس هذاك، 3 كيسان سكر و3 كيسان ماء. هذا الكاس الثاني وهذا الكاس الثالث. كيف ما شفتوا مانيش باش نعمل كميه كبيره، خاطر ديجا ماهوش وقته توا الحقيقه. علاش؟ خاطر في تركيا لهنا الحلقوم يتقدم كان في العيد الصغير، يعني في المناسبات، يعني في الاعياد، ويتقدم مع القهوه. يعني ما حتى كي نشرو ولا حاجه ما نشروش بكميه كبيره. كيف ما شفتوا بعد ما صبيت السكر هذاك والماء خلطتهم بالباهي، تو باش نزيد لهم ملح الليمون. ملح الليمون راهو متواجد عند اللي يبيعوا لفاحات، تلقوه عند اللي يبيعوا لفاحات، اسمه ملح الليمون. المطعم نتاعو كيما القارص بالضبط، يعني كيما الليم بالضبط. كيف ما شفتوا نص مغرفه صغيره، المغرفه نتاع التاي هذيك صغيره بالكل، نحطوا نص مغرفه بركه جوست باش يعطينا اكل القو نتاع القارص. هذه باش تقول لي ان نجمش نحط قارص، لا ما تحطش القارص. انا نوري فيكم في الطريقه المعتمده لهنا في تركيا. نحركوهم هذوما بالباهي باش يتحلى ذاك ملح الليمون والسكر يتحلوا مع الماء، وبالطبيعه من بعد باش نحطوه فوق الغاز باش نخلوه يغلي لين يوصل مرحله الغليان باش نخلطوا المكون الاخر اللي هو النشا. النشا راهو مكون رئيسي في الحلقوم هذايا. كيف ما شفتوا حطيت الطنجره نتاعي على الغاز ونبدا نحرك تحريك متواصل لين الطنجره نتاعي تغلي. كي توصل المرحله الطنجره نتاعي لمرحله الغليان باش نتعدى نحضر النشا نحلو في الماء بالطبيعه. كيف ما شفتوا تحريك متواصل لين الماء هذاك يوصل لدرجه يعني مرحله الغليان كيف ما نقولوا. لهنا في المرحله هذه الماء نتاعي وصل لمرحله الغليان، خليته يغلي وتوا صبيت بنفس الكاس هذاك اللي كيلت به الماء والسكر، صبيت به كاس نشا وباش نحلو بنص كاس ماء عادي، ماء بارد، باش نحل بيها النشا هذاك. كيف ما شفتوا نركضوا النشا هذاك بالبي باش متقعدش فيه الكعابر، خاطر باش نزيدوه فوق الشحور هذاك اللي هو متكون من الماء والسكر. نحلوها كنشا هذاك بالباهي ما نخلوش فيه الكعابر بالطبيعه. كيف ما شفتوا تحل بالباهي. نحركوه بالباهي باش نضمنوا اللي هو ما فيهوش كعابر جمله، خاطر من بعد اذا تبقى فيه الكعابر يتولي لنا مشكله في الحلقوم نتاعنا ما نتحصلوش على القوام اللي حاجتنا به. هذا توا النشا بعد ما حليته في الماء كيف ما شفتوا، نجي لهنا للشحور نتاعي. الشحور نتاعي وصل لمرحله الغليان، نحرك كيف ما شفتوا الشحور نتاعي يغلي. نحركوه بالباهي باش نضمنوا اللي السكر هذا كذاب. في المرحله هذه نجيب توا النشا نتاعي كيف ما شفتوا
الماء هذاك السحور يغلي، تو باش نزيد النشا بشوي بشوي. الغاز لازمه على العين المتوسطه، يعني على الكانون نتاع الغاز يبدا متوسط، والنار تبدا هافتة على الاخر، يعني تبدا النار كيفاش نقولوا نحنا، نار هادية على الاخر. كيف ما شفتوا نبدا نحرك الخليط هذاك نتاع النشا والسكر. ديجا تلاحظوا اللي الخليط نتاع النشا هذاك ولا يعقد فيسع، ماذا بينا ديما النار تكون هادية، ماذا بينا على الغاز اكل عين اللي تبدا متوسطة. ما نحطوش على الغاز الكبير، يعني ما نحطوش على العين الكبيرة، نحطو على العين المتوسطة والنار متاعنا تكون هادية، ونستمروا في التحريك هكا ديما نحركو. بالنسبة للتحريك هذايا باش ياخذلنا شوية وقت، كيف ما تشوفوا بدا يعقد النشا هذاك والشحور. نحرك بالباهي باش الحلقو متاعي مشدليش في القارن متاع الطنجرة. كيف ما شفتوا ديجا بدا يخثر، ديما نحركو. بالنسبة لعملية التحريك لهنا سرعت الفيديو شوية باش ما يكونش طويل عليكم، تحريك مستمر. بالنسبة للتحريك خذا مني 35 دقيقة، يعني 35 دقيقة نحرك في الحلقومة هذاك باش ما يشدليش وياخذ لي القوام اللي حاشي بيه، يعني نحبه خاثر برشا. يعني التحريك متاعنا ديما مستمر كيف ما شفتوا، نزيدو نكملو نحركو لين الحلقوم متاعنا هذاك يولي خاثر على الاخر، ما يبقاش فيه حتى نكتة ما بالطبيعة. كيف ما شفتوا هذه الحلقوم متاعنا القوام متاعو شفتوه كيفاش ولا، نكملو نحركو لين ما عادش تبقى فيه حتى نكته متاع ماء ويتقلص الحجم متاعه ويتقلص. كيف ما شفتوا الحجم متاع الكميه هذيك، يعني الكميه هذيك كانت برشا، شفتوها كيفاش ولت شويه بركه. بالطريقه هذيا التحريك ديما مستمر باش ما يتحرق الناش وما يشدش في القعر متاع الطنجره. هذا القوى متاع الحلقه متاعنا كيف ما شفتوا، ديجا تشوف فيه كيفاش اختار بالطبيعه من بعد ما يرتاح بالطبيعه باش يزيد يختار اكثر. كيف ما شفتوا بقيت مواصله في التحريك. بالنسبه للتحريك كما قلت لكم ياخذ من 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه لين نحصلوا على القوام اللي حاجتنا به. لهنا في المرحله هذه طفيت الغاز وصبيت كاس، الكاس هذاك السعه نتاعو 200 مللتر، صبيت بوفريوه. انتم تنجموا تحطوا اي فاكهه موجوده عندكم، وتنجموا زاد تنجموا زاد ما تحطوش. بالنسبه لي انا المتبعه هذه طلبت مني حلقوم ابيض بالفاكهه، وريتها الروسيت الطريقه يعني الاصليه لهنا، يحضروه بالطريقه هذه في تركيا ويغلفوه بجوز الهند. كيف ما شفتوا حركت الفيكي هذيك بالباي في وسط الحلقوم لين تخلطوا مع بعضهم. ولهنا خذيت بيركس صغيره حطيت فيها بابي كويسون باش نفرشها هكاكا، ورش فيها جوز الهند كيف ما شفتوا. هذه مبشور جوز الهند باش نرشو، تنجموا تدهنوا، اللي ما يحب جوز الهند ينجم يدهن بالزيت ومن بعد يحطوا يغلفوا بالنشاء. انا حبيت نوريكم الطريقه الاصليه، راهي الطريقه الاصليه كما هكا. رشيت جوز الهند وتو باش نصب الخليط هذاك بتاع الحلقوم. كيف ما شفتوا القوام نتاعو كيفاش خاثر على الاخر، نصبوا كله تو في البيركس هذيك. البيركس راهي صغيره ماهيش بيركس كبيره، بالطبيعة كل واحد شنو يحب، تنجم حتى تحط في حاجة مدورة، كل واحد شنو يحب. لهنا بعد ما حطيتو الحلقوم هذاك صبيتو في البيريكس فوق الجوز الهند، تو باش نحاول نستويه الأطراف نتاعو نستويه باش يكونوا كله في نفس النيفو، يعني كله نفس العلو. لهنا بعد ما كملت نظمته نقصك الزايد هذاك متاع البابي كويسون، وباش نخليه يبرد بحرارة الغرفة، وبالطبيعة من بعد باش نغطيه ببابي سيلوفان
ونحطه في الفريجدير يرتاح ما أقلش من 4 سوايع باش يعطينا القوام اللي حاجتنا به. لازم يرتاح 4 سوايع في الفريجدير. وعلاش باش نغطوه؟ نغطوه باش ما ياخذناش هكا الريحه نتاع الفريجيدير، خاطر اذا خليناه عريان ما غطيناش بالبابيي سيلوفان تولي الريحه نتاعو تتبدل من الفريجيدير. كيما شفتوا نغطيه بالبابيي سيلوفان بعد ما برد لي بحراره الغرفه، نغطيه بالباهي ونحطه في الفريجيدير يرتاح مده 4 سوايع. وبالطبيعة بعد ما يرتاح 4 سوايع نوريكم القوام متاعه في الاخر وكيفاش طريقة التقديم متاعه. هذايا بعد ما ارتاح 4 سوايع خرجته من الفريجدير، بالطبيعة تنوريكم راهو في ساعة يتنحى. شفتوه خطروا في البابي كويسون راهو في ساعة يتنحى وديجا فرشتلو الجوز الهند. توا ناخذ طبق نفرش فيه جوز الهند كيف ما شفتوا بالطريقة هذية، وباش نحطو يعني نقلبو ديريكت على جوز الهند هذا كيف ما شفتو، الصق فيه جوز الهند. هذا القوام تاع الحلقوم تاعنا، تنجم تخلوه زاد يرتاح اكثر من هكا. وتوا باش نقصو، ديجا تشوفوا كل شيء ساهل. بالطبيعة الحجم حسب الرغبة. بالطريقة هذية هذا الحلقوم تاعنا من داخل في وسط الفاكية. ومن بعد باش نقصوه كوب كوب هكاكا، يعني الحجم حسب الرغبه بالطبيعه، تنجموا كبار تنجموا صغار. وبالطبيعه نغلفوهم في جوز الهند هذاك اللي مفروش، نغلفوهم شويه الكل. بالطبيعه باش نقص الكميه اللي عندي كامله هذيك باش نقصها ونغلفها بجوز الهند، وتو تشوفوها من بعد في الاخر. كيف ما شفتوا عملية سهلة ما تاخذش برشا وقت، الحلقوم جست شوية تركيز بركة، تركزوا في المرحلة متاع التطيب متاعو هذيك اللي نزيدوا فيها النشا ونبدو نطيبوا فيه نحركوا فيه، تركزوا عليها مليح. راهو سهل، تنجموا تحضروا حلقومكم في داركم من غير ما تبقى تشري، وخاصة أنواع الحلقوم المتواجدة في تركيا ماهيش هي بيدها المتواجدة في تونس، يعني تنجم تحضر حلقوم كيف ما تحب أنت. بالنسبه للملح الليمون راهو مهم برشا في الوصفه نتاع الحلقوم. هذا هي الحلقوم نتاعي بعد ما قصيته وغلفته بجوز الهند كيف ما شفتوا، تو باش نحطوه في طبق التقديم. بالطبيعه هذا هي الحلقوم نتاعي، شوفوا فيه الحلقوم كيفاش طري، هاوك صدقوني طري على الاخر وبنين ما نحكي لكمش. كيف ما شفتوا من داخل بالطبيعه فيه الفاكهه، كل قدير وقدر وكل واحد شنو ينجم يحط في وسط، تنجموا تحطوا حتى الحمص راه مش بالضروره يكون بوفري وراه. كيف ما شفتوا تو باش نحطهم في الصحن. وهذايا الحلقوم تاعنا تو حاضر كيف ما شفتوا في طبق التقديم. هذايا الحلقوم كيف ما شفتوا، طريقه سهله ومبسطه، حاولت نبسط لكم اكثر من اللازم من غير تعقيد باش تحضروا حلقوم بنين ونظيف في دارك وحدك بمكونات موجودة في كل دار. ان شاء الله الفيديو كان خفيف عليكم، ان شاء الله الوصفة عجبتكم، ان شاء الله كانت واضحة، ان شاء الله استفدتوا منه. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي وصفات جديدة وفي روتينات جديدة بالطبيعة، ونستنى اقتراحاتكم، نستنى دعمكم. ما تنسوش الجيم، ما تنسوش الكومنتير، مستحقة لدعمكم برشا. وفي امان الله.